من هو المرشح اليوم؟ الاجتماع اليوم جاءتني اخبار من الداخل الاجتماع بان هنالك نقاش عنيف. شو من داخل الاجتماع دكتور يوسف؟ نعم، لدينا هنالك من يعطينا الاخبار من داخل الاجتماع، نقاش عنيف بين مراد اكشنر وبين كمال قشر اولو، والوسيط بينهما تمل كرم الله اولو. وبالتالي كمال اكشنر اللي هي رئيسة حزب الجيد او الحزب الصالح، نعم، وهي ترى بانه كمال قشر اولو لا يصلح ان يرشح للانتخابات لانه اثبت فشله بامتياز، وهو حق يراد به باطل. يعني هي تقول هذا الشخص، هي تقول بطريقة دبلوماسية يجب أن نرشح من هو مضمون أن يفوز. وبالتالي بس خلينا هيك سريعا، معلش دكتور، الطاولة السداسية مخترقة؟ ليست مخترقة، وإنما لدينا الأخبار تأتينا كما يقولون بث مباشر، يعني لدينا من كيف نحصل على المعلومات بشكل مباشر. نقاش عنيف، اوعى ياخذوها منك أنت صديق وزير الداخلية بكرة بيحكوا أنه في أجهزة تنصت وانقسام. دعك من هذا، الآن انقسام عنيف في الطاولة السداسية، يعلنون بأن هنالك توافق وليس هنالك أي توافق. القناة التابعة لهم للمعارضة حلق تي في يقول أنهم اتفقوا، لم يتفقوا، وهذه معلومة. هنالك نقاش عنيف، والهروب من هذا النقاش العنيف، قالت ميرال أكشنر أنا سأرجع إلى كتلتي الانتخابية أو إلى المجلس الحزب لأخذ منه تفويض في هذا الموضوع، علما هم أعلنوا قبل ذلك بأن كل رؤساء الأحزاب في الطاولة السداسية قد أخذوا تفويضهم من اللجان التابعة لأحزابهم، وأعلنوا بذلك في خلال البيان المشهور التوافقي الذي كان يضم 216 صفحة.